موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في القاعدة الأولى في الأعمال بالنيات، ووقفنا عند قوله وننتقل بعد ذلك للحديث عن شروط النية، ومتى تكون النية صحيحة معتبرة ومتى لا تكون. هنقرأ الفقرة دي مع بعض، لكن أنا وجهة نظري أن الشيخ هنا انتقل من النية عمل بسيط وهو عزم القلب، فيضدها يعني أو يا إما نقد هذا العزم ورفض النية يا إما التردد فيها. معظم ما يذكره من شروط صحة النية هي في الواقع شروط لصحة العمل المنوي، يعني أنا يبقى عندي نية وعندي، لكن لا بأس، يعني هي شروط، يعني لأن النية دايما بتبقى الشرط الأول في شروط صحة العبادة، وهناك أمور قريبة من النية أو محتفة بها، سواء نعتبرها إنها يعني إيه شرط من شروط صحة النية، لكن ستجد إن بعضها حصل فيه توسع عن معنى النية ذاتها، زي إن أنا بتكلم على إن الشخص يكون أهل لأن ينوي، ماشي، دي عادة إحنا بنوردها من شروط صحة العمل النية، وأن يكون الشخص أهل للعبادة اللي هو شرط التمييز على الأقل. زي ما هو هنا قال لنا حتة شوية شروط ممكن نعتبرها النية وما يقاربها من شروط الصحة، بحيث يعني يبقى استوفى المسألة، فمنها العلم بالمنوي، فإذا أردت أن تنوي شيئا فلا بد أن تكون عالما به، وما لم تكن عالما به لا تصح أن تنوي، لأن النية هي قصد العمل، فإذا لم يكن العمل معلوما فكيف يقصد. الثاني الجزم بالمنوي، ده القلب، يعني ده القضية، كل القضايا الأخرى احنا هنقدر نناقشها، يعني عادة الفقهاء هيناقشوها في مسألة مستقلة وليست تحت عنوان الايه النية، لكن في النية اللي يبقى قلنا عندي معنيين، في معنى مستصحب من المسلمين عموما طالما انه لا يفعل العبادة الا ابتغاء وجه الله، ده النية بمعنى الإخلاص، النية بمعنى القصد الى العمل، هي دي اللي بنركز عليها في الدراسة الفقهية، بيبقى عايزين التأكيد على ان النية فيها جزم. فهنا لان يضادوا اما بقى الجزم بالرفض ده او التردد، اذا كان انسان شاك او متردد فهذا يعني انه ان نيته قد فسدت. ففي الواقع شرط الجزم ده هو الشرط الجوهري، وده هو تعريف النية. قال لانه لا يمكن ان تنوي شيئا وتقصده الا اذا كنت جازما، وبعض العلماء يجعل الجزم ركنا من اركان النية ولا يجعله شرطا لها. لذلك احنا اختلفنا النية شرط في صحة الاعمال ام ركن فيها. النية نفسها بقى بيفككها، فبيقول هي فحتة الجزم، لو اعتبرنا ان النية تشمل الجزم والعلم وغيرها هنعتبرها شرط ولا ركن؟ فقال البعض برضو البعض بيعتبرها شرط في النية الجزم، وبعض ركن فيها، هو الأقرب انه ركن لأن هو ده معنى النية أصلا، يعني هو تعريف النية هي الجزم، ماشي، لكن فإذا هي ركن. طبعا تصور إن النية يعني نقول إنه يبقى ده شرط بمعنى إن الجزم يوجد ثم توجد النية لا يكاد يتصور، هو الجزم هو النية، فهو ركن. التمييز هنا كان ينفع زي ما ذكرنا ما نقولوش كشرط من شروط النية، لأن ولكن نقول لأن الطفل غير المميز يقصد، يصح منه الايه القصد، ولكن لا تصح منه العبادة، وبالتالي نقول نيته غير معتبر، الشرع لم يعتبر هذا أهل للايه للقرب، أهل لأن يتقرب. وذلك احنا اتفقنا ان انا عندي البلوغ ده شرط
شرط وجوب في الواجبات من جنس الأول الوجوب البلوغ، هل هو شرط وجوب وصحة ولا شرط وجوب فقط؟ وجوب فقط. لكن في شرط صحة من جنسي وهو الايه؟ التمييز. يبقى انا عندي اللي دون التمييز لا تجب عليه العبادات ولا تصح منه ان فعلها. ليه؟ لانه لسه ليس اهل القرب، وبالتالي لو فعل نية لا تقبل منه. لو فعل عبادة بنية، لو جاي يصلي ونوى جزم وقصد انه يصلي وصل، هو لسه مش مدرك الادراك اللي يجعله اهل ان يتعبد. من كان مش معنى كده يعني من نافله القول ان سال بعض ساعات يسال الطفل اللي دون الاقل من التمييز. اولا التمييز ملوش سن، التمييز 7 سنين في الغالب، لكن ممكن يحصل ايه قبله. فلو هو اتعلم الصلاه وعرف انه ينوي وياتي بالصلاه باركانها وشروطها وواجباتها، يبقى هو كده ميز، يبقى كده هو مخاطب بانه ايه تصح منه الصلاة. طب الطفل غير المميز اللي هو بس بيدرك ان دي صلاة وان الاب والام بيصلوا وبيقول الله اكبر ويقعد زي ما بنشوف كده الاطفال يحاكي والديه، هل يمنع؟ لا يوجد في الشرع ما يقول انه يمنع، ولانه إن لكن احنا بقى عارفين دي ليست عبادة الله عز وجل بقى يعني، لكن هو هذه لم تقع منه العبادة، لكن هذه المحاكاة شيء جيد، ما يقوله من أذكار يحاكي فيها والديه يعني، لكن لا يمنع الطفل غير المميز، لكن لا يؤمر، ما نقولوش تعالى صلي. يعني لو أمرناه كده احنا جعلنا أهل التكليف سواء وجوب أو إيه أو استحباب، ولكن لا يمنع، لا يوجد ما يقتضي ما يقول أنك تمنع الطفل غير ونختبر التمييز إذا وجدنا أنه ميز مبكرا حيث يعرف يعني إيه صلاة، يعني إيه وضوء، يعني إيه طهارة، يعني ويقدر يأتي بالصلاة، فإذا يعني صار قادرا على أدائها صار مميزا. إذن التمييز شرط من شروط صحة الطاعات. هو هنا قال لي لأن فقال النية في ذاتها عبادة، النية لوحدها كده ايه عبادة مشترطة لصحة العبادات الأخرى. فقال طب أنا لو طبقت شرط التمييز ده على النية باعتبار كونها عبادة يبقى من شروط صحتها الايه التمييز. هل احنا في القيام بنحتاج دي؟ مش بنحتاجها غالبا، لأن احنا طالما قلنا التمييز في صح في شروط صحة العبادة اللي احنا بنتكلم عليها أغنانا عن هو يذكر في النية، لكن طلع هو منشغل شوية هنا الباب باب النية منشغل بيها وبيانها. فقال طيب هي النية عبادة، قلنا هي عبادة مستقلة ولكنها وعبادة مستقلة ولكنها شرط في صحة العبادات الأخرى. ايضا العقل يشبه التمييز مش يشبه البلوغ، بمعنى ان المجنون لا تجب عليه العبادة واذا فعلها لا تصح. يعني انا عندي من دون التمييز لا تجب عليه واذا فعلها لا تصح، المميز اللي دون البلوغ لا تجب عليه واذا فعلها صح، البالغ تجب عليه وتصح منه. العقل زيه زي التمييز، والفقهاء نحطوا مصطلح التكليف نفكه بايه؟ المسلم البالغ العاقل. يبقى لما بيقولوا المكلف لان كل العبادات هنشترط فيها الاسلام بغض النظر عن الخلاف في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ام لا، عمليا لم نطالب لا في اجماع اننا مش بنطالب الدنيا في حد في الدنيا، لا نطالب الكفار في الدنيا بفروع الايه الشريعه، لكن اللي بيقول انهم مخاطبين بفروع الشريعه هو الراجح بيقول هيتعذبوا على كفرهم وعلى ان الكفر ده كان مانع لهم من اداء الصلاه وغيرها من الايه
من العبادات. عشان كده هوريك طب خلاص المحصلة. احنا بنتكلم هنا كفقهاء بنفتي، الفقهاء بيفتوا الناس، لكن انا بكلم المكلفين عندي هم الايه؟ المسلمين. المسلم البالغ العاقل، غير المسلم مش من لا نوجه الى الخطاب، وان كنا نعتقد انه سيعذب به في الاخرة. المسلم المجنون لا يوجه له الخطاب، المسلم العاقل ولكنه دون البلوغ لا يكلف. يبقى لفظ المكلف يصير المسلم البالغ الايه؟ العاقل. فاذا من شروط، فهو هنا طبق الشروط دي، شروط التكليف على النية باعتبارها هي في حد ذاتها ايه؟ طاعة، وبالتالي لا تصح الا من مميز عاقل. التكليف بنقول مسلم بالغ عاقل، دي شروط الوجوب. شروط الصحة بتبقى التمييز والايه؟ والعقل. من جملة الشروط ديت اللي شرط صحة الاسلام والتمييز والعقل. يبقى الفرق في الايه؟ في الفرق بين البلوغ والتمييز، البلوغ في الوجوب والتمييز في الصحة. قال أن غير العاقل لا يتمحض له قصد صحيح، لذلك فإن النائم والمجنون والسكران لا تعتبر نياتهم إن كانت لهم نيات. وكون السكران نحكم بوقوع الطلاق بفعله ليس هذا من باب اعتبار النيات، وإنما من باب ربط الأحكام بأسبابها بدون نظر إلى النية. طبعا المسألة السكران، بعض العلماء بيقول هو اللي سكر، هو الذي فبعد ما سكر أضر بنفسه بأن طلق امرأته، يبقى احنا مش هنجعل انه فيتحمل، يبقى جزء من العقوبات التي يتحملها نتيجة سكره هو انه اذا طلق وقع طلاقه. والراجح لا، مع السكر له عقوبة، لكن ليس منها ان ايه؟ انه نمضي عليه شيء صار عادي. دلالة اللفظ على المعنى فقدت تماما. يعني انا بعض الفقهاء بيبالغ برضو من جهة اخرى غير ان السكران ده هو اللي جنى على نفسه، بعضهم بيبالغ في باب الزواج والطلاق والعتق باعتبار الالفاظ. قلنا المشكلة هنا ايه؟ انه لو فتح باب ان حد يقول لزوجته انت طالق، وبعدين يجي بعد شوية يقول انا كنت بهزر، يعني تختلط الاعراض وتحدث مفاسد كبيرة جدا. ففي اتفاق ما ينفعش دعوى المزاح ودعوى ما يشابهه هكذا على عواهنا. اعرف اقول لا تصح اصلا، يعني لدرجة احنا قلنا بعضهم بالغ جدا بقى، لدرجة انه اللي يقول يعني امرأته في طلق الولادة فيسأل عنها فيقول هي طالق، يقول ماليش دعوة ما قدرتش اعمل له حاجة. قال ان امرأته طالق تبقى طلقت امرأته. وطبعا ده ابن القيم يعني حامل على هؤلاء، وقال ده برضو احد مفاسد التقليد. و دعك من هذه الصورة المتطرفة، لكن اقول لك لو انه قال انت طالق، والقرين انه بيقول انت طالق اللي هو من ايه؟ ده الطلاق من الزواج، وكان سكران او كان يعني كتب لها وكان وقال كان ينقل من كتاب فقه او كان يجود خطه. فبعض الفقهاء بيقول احنا نقفل الباب ده تماما. والمشكله ان اغلاق هذا الباب ساعات الورع محتاج ايه؟ محتاج يحسب كويس. يعني انت لو قلنا ان الفتاوى دي هتبقى لسد الذريعه، اي حاجه احنا القاعده اللي هي صنو قاعده سد الذرائع قاعده فتح الذرائع، يعني حاجه من اتنين، يا يعني اما في خطاب شرعي بيلزمنا ان نوقع خطاب طلاق السكران خلاص، يبقى ده حكم شرعي ثابت نوقعه دائما وابدا، يا يعني اما احنا قلنا يشيل جزاء سكره وعشان الناس ما تسكرش، او
انه قول له انت حتى ولو بتدعي المزاح مش هنسمع منك الدعوة، حتى وان كان الناس كلها كانت مش هنسمعها منك. فهذا على سبيل الزجر ان الناس ما تخليش الطلاق مادة لهذا. طب بعد كده لقيت العكس بقى، لم ينزجروا ويقع الطلاق وهو في سكر، ونوقعه ونوقع ده وده، الطلاق هنا والطلاق هنا والطلاق هنا، ويحصل أزمة. فنراجع زي ما عمر رضي الله عنه في أمضى الطلاق الثلاث المجموعة، هو ربنا قال لك الطلاق مرتين، مرة بعد مرة، ثم الثالثة تنهي المسألة. الطلاق مرتان أي رجعيتان، فإمساكوا بمعروف وتسريحوا بإحسان، لأن التالتة إيه؟ بتنهي. مرتان يعني مرة بعد مرة، يعني مش أقول مش يقول لها هي طالق ثلاثا كده، ما زالت مرة. فعمر رضي الله عنه قال له امضيها عليهم، مش أنت خالفت السنة واخترعت خلاص عشان ما حدش يقولها يوهم زوجته من أوهامها طلقها ثلاثا، وهي ما تكونش لها معرفة بالفقه، وبعد ما هي بقى تتألم الألم انها خلاص بانت منه، يرجع يقولها ده خدي بالك ده الثلاثة دول ايه واحدة. قال اللي يعمل كده نمضيها عليه. وكل الفقهاء يعني اخذوا قول عمر رضي الله عنه. ابن تيمية قال على العين والرأس، اجتهاد عمر رضي الله عنه والفقهاء اللي قبلوا كلامه. لكن دلوقتي خلاص اقتنع ان هم ثلاثة يعني ثلاثة، لان كل الأئمة بيقولوا لهم ايه ثلاثة، بس طلع لهم جيل بقى من الفقهاء يقولوا لهم ما جيب محلل. يعني احنا كنا عايزين نزجرهم ان يقول كلمة ثلاثة التي لا حكم لها عشان ما يقولهاش، فيبقى بيحترم بيعظم حدود الله عز وجل. طيب الحاصل انهم توهموا ان الثلاثة دي تقع ثلاثا فعلا، لان الفتوى استقلت على كده، وبعدين ما بقتش ان هو بتقع ثلاثا فبيقوم موقعين الطلاق، ده كمان بيروح يجيب الايه المحل. فقال له احنا نرجع نقول لهم بقى ان الثلاثة دي لا حكم لها، لان دي مرة اسمها مرة، انت مرة اضفت اليها كلمة ثلاثا لم تغير من كونها ايه مرة. نعم غير ضمان المتلفات دي حاجة لا دي حاجة يقول هناك شرط خامس يذكره بعض الفقهاء وهو الإسلام. ما احنا قلنا لأنه قالوا لأن النية ايه عبادة، فطبقوا عليها كل شروط صحة العبادة. قال أن الكفة صاحبة البعض هيقولوا البعض مش هيقولوا، يقول وهذا الشرط لا يصح، فلا صح أن نجعل الإسلام شرطا في النية، وذلك لأن الكافر تعتبر نيته في عدد من الأمور. هنا ما قالش إنها أصل النية مش هتبقى في العبادات بس، فعشان كده ما حطش الشرط الإيه؟ الإسلام. إحنا كان ممكن نخرج الموضوعات دي كلها عن النية، النية هي الجزم اللي ممكن نحطه معاها العلم بالمنوي، العلم به والجزم، والحاجات التانية نحطها في العبادة، هنحط الإسلام في المعاملة مش هنحطها، يبقى إيه؟ نجعل هذه الشروط خارجة عن موضوع النية، ممكن تجعل البحث أسهل. وعموما لا مشاحة في الاصطلاح، عشان كده هو اختلف مع الفقهاء، هم جابوا كل شروط صحة العبادة، اللي عملوا كده عايزين يعاملوا النية على أنها عبادة مستقلة فأجيب لها كل الشروط، بينما هي عبادة حتى لو قلنا أنها مستقلة، فهي دايما الحاجة إليها أنها شرط لصحة عبادة إيه؟ أخرى. أنا هقول الشروط دي في صحة العبادة الأخرى ماشي، ولو بتكلم على معاملة هقول اللي يناسب المعاملة، فيبقى اللي يهمني في النية العلم بالمنوي والجزم إيه؟ به، ده أهم. ونعرف برضو بقية الحاجات الفقهاء قالوها، وعرفنا أنها دايما بتتقال معانا أصلا في الموضوع اللي احنا بنشترط له النية، سواء كان عبادة أو إيه أو معاملة. هو هنا خلاص هيقبل بإطلاق أن النية من شروطها التمييز ماشي، هيقبل لكن قال مش هينفع بقى أقبل بإطلاق أن من شروطها الإيه الإسلام، لأن في أبواب
بحتاج فيها نية الكافر. قال فلا يصح أن نجعل الإسلام شرطا في النية، وذلك لأن الكافر تعتبر نيته في عدد من الأمور مثل طلاقه وبيعه ونذره ويمينه، لأن الأشياء دي قد يتحاكمون إلينا فيها، فلما بنيجي نتحاكم بنشوف برضو ما وقع منهم فيها. فدل ذلك على النية معتبرة من الكافر، وأن النية تصح ولو كانت من غير مسلم. فإن قال قائل فإن العبادات لا تصح من الكافر، فحينئذ تصح نيته. فإن قال قائل العبادات لا تصح من الكافر، فحينئذ كيف تصح نيته؟ قلنا إن النية لا تتمحض أن تكون عبادة، بل قد تقع على جهة غير جهة العبادة. وعدم صحة عبادة الكافر ليس معناه أن لا تصح نيته، مثل المحدث، هل تصح الصلاة من المحدث؟ لا تصح الصلاة من المحدث، مع أن نيته معتبرة، فعدم صحة الصلاة وعدم صحة العبادة لا يدل على عدم اعتبار النية. قل والنية الكلام فيها يطول. لا، احنا عندنا ابواب لا يختلف فيها الفقهاء، انه مثلا لو باع هازلا لا ينعقد البيع. يعني هم الفقهاء بالغوا شوية في ثلاث ابواب، وعشان الحديث النكاح والايه والطلاق والعتق. فلو هو جه وقع البيع ممكن خصمه يدعي انه جاد، لكن هو اذا ادعى انه كان مازحا وخصمه اقر مثلا على سبيل المثال، خلاص لا ينعقد البيع. فانا عايز البيع ينعقد باللفظ مع النية. فلا في الحاجات دي يعني سنحتاج الى النية. طيب اللي بنقول للتمييز شرط لصحة العبادة، والسؤال عن حج الصبي غير المميز الا الحج يعني من ساعة رحمة الله عز وجل أنه أذن في أن يمكن أن يقوم الشخص البالغ بأن يحرم عن الطفل الصغير الرضيع حتى. فيبقى إذن الحديث احنا دايما يعني تستصحب في ذهنك أن كل نص قاعدة بذاته، يعني مش هينفع نعمل قاعدة وبعدين بناء عليها نرفض ايه النصوص. القاعدة ان العبادة لا تصح الا من مميز، فان جاء ان العبادة صحت عبادة ما نقول هذا من ساعة رحمة الله تبارك وتعالى في هذه العبادة، هو ما قداش العبادة فعليا، ولكن الشرع اذن اذا كان الولي هو الذي يؤدي به المناسك وينوي عنه، فمن ساعة رحمة الله تبارك أن يكتب له هذا. وبالإجماع هذه لا تجزئ عن حجة الإسلام. عشان إيه؟ عشان ما وقعش منه الإيه؟ إني طلاق الثلاث في المجلس الواحد الذي عليه الفتية أظن لا يكاد يفتي في هذا الزمان أحد بغير ذلك أنها تقع واحدة. عايز تضيق على انت حر بقى. انا قلنا ان الراجح هو ليس له الا ان يوقع مره، فلا معنى لغير ذلك. نعم. ما احنا اتفقنا يا اخوانا كلمه على الراجح هتبقى على الراجح عند من يحدثك. فاللي رجحناه ان طلاق السخران لا يقع. شفنا الكلام اللي مثلا مره بعد مره فقط العين مرتين مثلا او ثلاثه، حصل برضه واحده انها عنده واحده ولا تفصل؟ يعني فقط العين ده رمى اليمين مثلا مره او الثانيه او كده، هل تحصل برضه واحده فقط عنده واحده ولا؟
يعني طلقها ثم عاد وطلقها قبل أن يردها؟ نعم. طب دع هذه المرجحة. يقول وقد ذكر العلماء أن النية تدخل في كثير من الأعمال وفي كثير من الأبواب الفقهية، وما من باب فقهي إلا وللنية فيه مدخل. خلينا ده الموضوع المرة القادمة إن شاء الله، لأنه فضل على 5 دقائق على أذان المغرب. هو بعضها مرة قبل كده لكنه بيعيد سرده بطريقة مختلفة، بدل ما اتكلم مرينا على النية في العبادات والمعاملات، النية في المأمورات والمحظورات، هنا ماشي النية في الأبواب الايه الفقهية، النية في الطهارة، النية في الصلاة، النية في الزكاة. فكل ده من ايه يعني تصور مباحث النية، تصور كاملا في الذهن. فنخلي الله قد وصدرك على سبحانه وحده وصدرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.